يعني ما بلاش النون ده معانا، كانت اول اغنيه ليا في اللايف. انا طبعا مردود اللي بيحصل بره البروجرام ما كناش بنبقى حاسينه قوي، بس بعدها مثلا ببدا يجي لي اخبار ان في كلام عدويه جيل في برنامج ارب ايدن مثلا، او لقب ما بيطلع بيقولوه عننا، موال الصبر مع عدويه لمحمد رشدي، بعديها كانت بهيه العزبي، اكتر من اغنيه ورا بعض الحمد لله خلتني ثبت رجلي في البروجرام قوي، والناس الحمد لله بقت حباني وبتستنى ان هي تتابع الاغنيه اللي انا هقدمها. كتاب حياتي باغلب الاغاني اللي غنيتها، حتى اللي كانت في ايام السبت اللي هي مش في ايام المنافسه. كتاب حياتي هي اصلا بتاعت حسن الاسمر، فاغنيه في مصر وفي الوطن العربي كله هي بتلمس القلب، يعني كلامها ولحنها بيلمس القلب. بلس ان في لبنان الاغنيه دي مكسره الدنيا، فلما غنيتها كمان الحمد لله يعني لقيت قبول قوي جدا من الحاضرين في الاستوديو، الجمهور اللي كان حاضر، وبره بقى في مصر وبره مصر، وسمعت ان كان في ده يعني تكسير عالي قوي. فكانت من الاغنيه الاغاني القويه الحمد لله، ان انا ربنا كان موفقني في اختيار الاغاني الحمد لله يا رب. بدل الحكيم رحت المية، اخدت كل الادوية، والكل قالوا على جرحي ما خدناوش في الكلية. يا عنيا. وشوشة، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الادارة محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد العوالي. www.washwasha.org